في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أملى الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني شروطه على إدارة ريال مدريد التي دخلت معه في محادثات جادة من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لا سيما بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي. وحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية فإن محمد صلاح اشترط الحصول على راتب لا يقل عن 30 مليون يورو في العام من أجل الموافقة على ارتداء قميص ريال مدريد والابتعاد عن ليفربول الإنجليزي الذي حقق معه العديد من الإنجازات آخرها التتويج بدوري أبطال أوروبا وهي البطولة المفضلة للفريق الملكي. وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب محمد صلاح قد تعرقل انتقاله إلى ريال مدريد، إضافة إلى أن اللاعب فضل تأجيل حسم مصيره مع الفريق الإنجليزي للصيف المقبل بحثا عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ مطلع التسعينات، فاللاعب يشعر أن الوقت لا يعد مناسبا للرحيل.